السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. نواصل دروسنا للفصل الثالث، دائما مع السنة الثانية ابتدائي. درس اليوم سيكون في التربية الإسلامية على الصفحة 145. عنوان الدرس هو من آداب المسجد واحد. إذا هناك للمسجد آداب يجب أن نحترمها. نلاحظ الصورة، هذا هو الأب رفقة ابنه أمين. أين هما؟ هما يدخلان إلى المسجد. قال الأب لأمين: سترافقني إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، ولكن قبل الذهاب إلى المسجد يجب أن تلتزم بآدابه. إذن هناك آداب للمسجد. فهم؟ ننتقل الآن إلى الصور الموالية. قال: لاحظ الصور واذكر ما يجب أن تقوم به قبل الذهاب إلى المسجد. نلاحظ الصورة الأولى، ماذا يفعل أحمد؟ أحمد يتوضأ. إذن قبل الذهاب إلى المسجد ماذا نفعل؟ نغتسل يوم الجمعة ونتوضأ ثم نذهب إلى المسجد، وفي باقي الصلوات نتوضأ، لكن في يوم الجمعة نغتسل، معناه نستحم، نغتسل ونتوضأ ثم نذهب إلى المسجد. هل تستطيع أن تدخل إلى المسجد بدون أن تتوضأ؟ لا، إذن يجب أن نتوضأ قبل الدخول إلى المسجد. نلاحظ الصورة الثانية، كيف تبدو ثياب أحمد؟ تبدو نظيفة وجميلة. إذن هل يستطيع أحمد أن يدخل بثياب متسخة؟ لا، يجب أن يكون الثوب طاهرا ونظيفا، لازم يكون طاهر ويكون نظيف. شوفوا الآن الصورة الموالية، هذا أحمد يدخل إلى المسجد، لماذا لا يذهب إلى مكان الصلاة وهو يذهب في هذا الاتجاه؟ نلاحظ هنا موضوع الأحذية، إذن هذا رف للأحذية، نضع فيه الأحذية. هل يستطيع أحمد أن يدخل بحذائه إلى المسجد؟ لا، يجب أن ينزع حذاءه ويدخل إلى المسجد. إذن هذه هي ثلاث آداب ندرسها في درس اليوم. ما هي الآداب؟ يجب أن نتوضأ ونتطهر قبل الدخول إلى المسجد، ونلبس لباسا طاهرا ونظيفا، وننزع حذاءنا عند الدخول إلى المسجد. مفهوم؟ هذو ثلاث آداب. الآن أتعلم من الآداب التي يلتزم بها المسلم قبل الذهاب إلى المسجد أن يتطهر ويلبس أفضل ثياب عنده. معناه رانا رايحين للمسجد لبيت من بيوت الله، يجب أن نتطهر ونلبس أفضل الثياب التي عندنا. ونحفظ هذه الآية من سورة الأعراف، الآية 31. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. معناه كي نروحوا عند المسجد يجب أن نغتسل ونتطهر ونتطيب، ندير رائحة تكون في أنا فينا رائحة جميلة، ونلبس لباس نظيف و نذهب إلى المسجد. إذا نعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهم؟ الآن عندنا تمرينان نحاول حلهما مع بعض. إذا قال: أضع الكلمة المناسبة. يحرص الطفل المهذب على على نقاط المسجد، على توسيخ المسجد أم على نظافة المسجد؟
إذن يحرص الطفل المهذب على نظافة المسجد. جيد. رفع الصوت في المسجد فعل مقبول أم غير مقبول؟ معناها كي ندخل المسجد نرفع الصوت تاعي؟ لا، إذا فعل غير مقبول. رفع الصوت فعل غير مقبول. نقاط: المصلي إلى المسجد برجله اليمنى، هل يدخل أم يخرج؟ يدخل المصلي إلى المسجد برجله اليمنى، ولا يخرج المصلي من المسجد برجله اليمنى؟ إذا لما ندخل مكان نظيف مثل المسجد ندخل برجلنا اليمنى، لما ندخل مكان غير نظيف مثل المرحاض ندخل برجلنا اليسرى. إذا لما ندخل إلى مكان نظيف ندخل بالرجل اليمنى. إذا يدخل المصلي إلى المسجد برجله اليمنى، يخرج المصلي من المسجد برجله اليسرى، العكس اليسرى، لأنه يخرج من مكان طاهر إلى الخارج، لذلك يخرج برجله اليسرى. الآن نذهب إلى التمرين الثاني. قال: ضع علامة، معنى هذه علامة تعني صحيح، أمام الجواب الصحيح. من آداب المسجد ارتداء قميص نظيف مثل أحمد، إذن هذا جواب صحيح. ارتداء لباس الرياضة، نذهب بلباس الرياضة إلى المسجد؟ لا، خطأ، نلبس لباسا محترما خاصا بالصلاة. الاغتسال والطهارة، جيد، هو جواب صحيح، يجب أن نغتسل ونتطهر. إذا هذا ما يخص درس اليوم، انتظرونا في فيديوهات لاحقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.